بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا بعض الأخوة يسألوا يعني علاش كتحطها وحدها يعني هي عالية فوق الكريك وتخدم السيارة تمشي كان العجلة وحدها بركة ما تمشيش الزوز. يعني شو يصير؟ علاش تمشي وحدها بركة؟ علاش كي ينزلوا الزوز على الارض يمشوا الزوز الاثنين وكذا العجله برك تمشي واحده نوطه ما تمشيش، ايش هو اللي يصير بالضبط؟ العمليه تو هذا عندنا احنا هذه علب السرعه اللي هي الجير علب السرعه، هذا اللي يركب في الموتور، هذه القطعه اللي تركب في الموتور، القطعه اللي تركب في الموتور هذيك هي اللي باش تدور السميس اللي هما كاردونات، هي باش تدور كاردونات اللي هما هذوما هذه كيف يبدو سايبين الكاردونات يشدوا واحد منهم ها يعني ندور هي ما تدورش دور الاخرى خاطر مغادي بعكس عطون شد هذه دور هذيك ها يعني يلزم فما هنا حاجه اسمها ساتليت داخل فوسط البواب داخل فوسط البواب فما حاجه اسمها ساتليت وكورونا ساتليت وكورونا هذه ان شاء الله كان وقت فرصه وشو قلت نصورهم لكم الساتليت هذا يعكس العجلتين مع بعضهم يعكسهم واحده كيما الانسان كيمشي ما نجمش ينقز يعني كان يمشي بساقيه الاثنين يولي يصير ينقز لازم يمشي عجله بعجله يعني يوخر واحده ويقدم واحده يوخر واحده ويقدم واحده فهمتني باش تنجم تمشي هو ايش يعملوا هنا العجل هنا يعكسوا بعضهم باش هذا يدور او العكس شفتوا هذاك يعكسوا بعضهم هاو كي ندور واحد بركه ها ندور في واحد بركه هذا ندور في واحد بركه كي ندور كاردون واحد بركه ما يدورش هذا ما يدورش شفتوا كي نشد نعكسهم الزوز كي نشد نعكسهم الزوز يولي هذا يدور شفتوا ها يدور علاش لان هما تو الزوز عكسوا بعضهم يعني اثنين عكسوا بعضهم باش يمشوا كيما خطوه بخطوه هكاك يصير في وسط علب السرعه باش يعني الكفر او العجل يعني الدواليب تدور باش الدواليب تدور هك كيما هكا وقت تدور انت هكا وتحط الجير نتاعك تحط العشقه نتاعك او الفيتيس وقتها هم يعملوا العمليه هذيك باش يدور هذا هكاك شتوم هكاك يدور هكا هذه العمليه كيف تصير نتاع علاش يعني الدولاب وقت يطلع فوق الكريك ما يدور وحده وما يدورش مع اهل اخر ان شاء الله تنفعكم حاجه كيما هيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته